بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية لولاية رئاسية جديدة. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص تهانيه لفخامته متمنيا له كل التوفيق والسداد في أداء مهام عمله الرئاسي. وأشاد جلالته بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، مؤكدا جلالته تطلعه إلى مواصلة العمل مع فخامته والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل.